الطاعة هالأرض اللي حبيت غرقت بأوجاعة ضو سراج الزيت رد للعطاء رجع للأمان انت اللي انعطى إلك مجد لبنان شرب ساعدنا شرب ساعدنا شرب لحمينا حمينا آه ساعدنا آه ساعدنا شرب لحمينا حمينا منرجع على عناية منبقى بعناية حتى لو تركنا هالمطرح بضل قلبنا هون بضل فكرنا هون منيح انه في مطرح في واحة نقدر نشوف فيها الجنة على الأرض وشبابنا كمان حاسين انه هون في جنة على الأرض ودايما موجودين الشباب اللبناني يلي يمكن من أصعب الحياة بالعالم هي الحياة بلبنان الشباب اللبناني هو الشباب الوحيد يلي عنده الأمل ببكرة دايما مهما كانت الصعوبات والتحديات وأكيد المستقبل للشباب والاتكال عليهم لما منشوف شاب وصبية حاملين الصليب وماشيين حاملين إيمانهم وماشيين مشبسين بهالأرض متجذرين فيها متجذرين بإيمانهم وبقديسينهم أكيد بيفرح قلبنا وبيكبر قلبنا فيهم اليوم كلان جان بول دو موجودين معنا رح يخبرونا عن هالفريق يلي كتير حلو اللي تأسس بال2015 ويقولوا لنا ليش بس أكتر من هيك رح يخبرونا عن مشوارهم من بقع كفرة لعناية مشي ابتدى السبت الساعة 4 الصبح وده نشوف كيف كمل وكيف وصلوا لهون وصلوا مثل ما عم بتشوفوا بحلة العيد وصلوا مثل ما عم بتشوفوا بكل الاحترام والفخر بهالمكان المقدس بكل الرهبة والهيبة لهالمكان المقدس مش ضروري يكون عنا مرض مش ضروري يكون عنا أزمة مش ضروري يكون عنا مشكلة لحتى نكون عارفين انه طريق الرب هي طلوع أهلا وسهلا فيكم شكرا للشهادة اللي عم تعطونا اياها اليوم رح بلش مع انطوني انطوني صباح النور يا عليكي وعليك عيد كل اللبنانيين عيد العالم كله لانه شرب اللي صار بالعالم كله خبرني انطوني كلان جان بول دو برحب فيكم واحد واحد بدون ما اذكر كل واحد شكرا. باسمه بس خبرني عن هالفرقه كلان جان بول دو فريق جماعه ما بعرف شو بدك تسمي كلهم كلياتهم كله بالنهايه بيصب بنفس النبع وهو أول النبع أكيد يسوع الرب المخلص كلان جان بول دو تأسست بال2015 ب22 تشرين جروب صلاة على طريقة جان بول دو بالطبيعة كل نشاطاتنا بالطبيعة الجروب بيشبه كتير جروب بولندي أسسه جان بول دو اسمه سرودو فيسكو وبقي هو المرشد لهيدا الجروب وقتها كان أبونا وقتها كان بروفيسور بالجامعة هو كان أستاذ فلسفة وبقي كمان وقتها كان مطران وقتها كان كاردينال الفكرة أنه كانوا دايما بالطبيعة يقدسوا يعملوا سهرات إنجيلية مخيمات بيزيدوا على كل النشاطات اللي بتصير بالطبيعة الكوتي سبيريتويال هي إذا بدك رد جميل للي عطانا هالمحلات الحلوة كلياتها كيف نحن وقتها نشوف الله بالطبيعة بالطبيعة لكل شيء عطانا إياه بهالمعجزات يلي موجوده نحن بنقول المعجزه يعني كمان الشجره معجزه والرمانه حبه وحبه معجزه يعني نحن عايشين بمعجزه يمكن تعودنا عليها وما بنعرف قد ايه اهميتها في شاب صغير معكم كمان بدي اتعرف عليه جان بول مزبوط نعم. اسمك جان بول وبالمعموديه شربل إيه؟ وكمان عم تمشي مشيت من اهمج لهون رفقت الجروب من أهمج مزبوط رفقت الجروب جروب بلش ببقع كفرة وانت رفقتهم من أهمج لهون دايما مرافق الكلان جان بول دو ايه ليش انت صغير وهن كبار كيف قدرت تتفق معهم عشو متفق انت وياهم على كل شيء رح انتقل كمان اذا بتعرفنا عن حالك انطوان صادق اهلا انطوان كمان جاي من ببقع كفرة انطوان مزبوط خبرنا عن هالمشوار المشوار هو اسم مدرب شربيل مسيرة خبز وخمر ومي بناخد خبز وخمر ومي مصلية من دارب أعكفرة
بمسيرة لا عناية لخدمة قدس العيد. مسيرة بلشت 4 الصبح خلصت نهار السبت وانتهت مساء امبارح حوالي الساعة 12 ونص. وصلتوا لهون 12 ونص عشية كنا هون. نعم. مسافة 54 كيلومتر من دون توقف. مشوار كان حافل بالزوادة الروحية أكيد. كان عندنا كذا لقاء بأكثر من رعية. نعم. مع كاهن الرعية. نعم. وبأكثر من مطرح على الدرب محلات إلى علامة ولا دلالة. نعم. روحية وصلينا فيها بكل مطرح علنية. نعم. إن كان المرضى المنقطعين الموتى المنقطعين. نعم. نية الشبيبة نية أجدادنا لحد ما وصلنا لهم برحة عشية. رح أطلب منك تمرق الميكرو كمان للشباب. تعرفنا عن حالك؟ نديم نكد. نديم كمان جاي من بعكفرة. جاي من بعكفرة بس كنت اخذ دور اللوجستي كنت مرافقة مساند وكان عم بيقول لي أنطوني حنا قدي مهمة هالشغلة وقدي متكلين عليك. أكيد. ولكن أنه يعني يعطي الشباب من وقته لها لهالمسيرة ولكل النشاطات اللي عم تعملوها قدي مهم أنتو كلكم عندكم أشغالكم وعندكم مسؤولياتكم والتزاماتكم. كتير يعني مجبورة آخر شيء بدك تعطي وقتك يعني عم تعطي وقتك للكلون ومن تاني ميل عم تعطي وقتك لربك يعني. أكيد. كمان بمر الميكرو شو الاسم؟ جيسون نهرة. جيسون كمان جاي من بعكفرة. جيسون جيسون مشوار طويل يعني منه هين أبدا أكيد تعبانين بس ما مبين عليكم شيء بالعكس فرح كتير كبير موجودين هون. شرب المعنى تعب الجسدي تعب طبيعي بس تعب الفكري اكيد ما في تعب فكري يعني ما شاء الله مرافقنا كل الطريق ما بال من اهمج جايه كنتوا ناطرين الكلام باهمج وكملتوا انتوا وياهم لهون بس محطه اهمج كمان كانت مميزه محطه اهمج كانت مميزه باهلها لانه كانوا ناطريننا واستقبلنا نحن وياهم الشباب وصلينا نحن وياهن بكنيسة الرعية سيدة الشير وقدمنا نوايانا ونوايا الضيعة نوايا أهل الضيعة كملنا مشوارنا نحن وياهن لهون. أنطوني مين بعد كان لازم يمكن إذا بتمرقوا الميكرو بتعرفنا عن حالك؟ جو نهرة. أهلا جو. يعني كل الشباب عندهم أشغالهم ومهندسين وغير مهندسين يعني عندهم التزاماتهم ومسؤولياتهم ولكن كنت مثل ما عم قول قبل شوي هالنهار وهالأوقات بخلال السنة المخصصة للكلان جان بول دو المخصصة للطبيعة ولا شكر الله على كل النعم يلي عم يعطينا إياها كتير مهم وبتعطوا كل وقتكم. ايه أكيد بنعطي وقتنا حتى بيجينا الدعم مثلا حتى من مسؤوليننا بالشراك من عيالنا من عيالنا من شهادة حتى بالشركة تبعي كانوا مدعمين لإلي حتى بدنا نتشكر الرعاية يعني مثلا من رعية بعكفرة كيف أمنوا لنا الأوبرج تنام فوق وصولا للرعاية من تنورين وعلى الطريق لوصولا على بعكفرة كيف كانوا الاستقبال. رح أرجع عند أنطوني لأنه ما بقى عندنا كتير وقت تنعمل هيك بريف على الموضوع من بعكفرة لهون مشوار طويل مشوار حلو مشوار كله صلاة وتأمل خبرنا شوي هيك بإيجاز. إذا بدنا بإيجاز أكتر شيء منشكر ربنا بهول كلمتين وكمان نحن وعلى الدرب بدي أرجع عيد جملة قلنا إياها أبونا ببعكفرة بتختصر كل المسيرة وكل النوايا يلي نحن حاملينهم يلي هني كرابين قداس العيد مش نحن اللي حاملينهم هني اللي رح يحملونا كل الدرب. أكيد. أمين. قرابين قداس العيد وصلوا من بعكفرة على عناية بعد شوي القداس أكيد رح نكون كلنا موجودين سوا تنمجد الله. شكرا لكم. شكرا لكم. وعقبال كل سنة. رح نتابع نحن وياكم مش رح نتوقف رح نتابع مع الصلاة مع الترتيلة الترتيلة اللي بتمجد الله الترتيلة اللي بتقول شكرا شربل مع فرقة القديسة رفا. يا شرب صلي عنا
بعهدت لي ما حبستك عم بتصلي وبقلب الفادي تملي محبي وطهر وتتهنى يا شرب الصلي عنا والأرض اللي حبيتها فلحت زرعتها وساويتها من دم قلبك رويتها تربتها عم تتغنى يا شرب صلي عنا إنسان كامل خيل كل مجبول محبي عالحل خلينا نحنا والكل بالأخوة نتكنى يا شرب الصلي عنا لبنان هالأرز الخضرة عنده شرب والعطرة يا شرب منة نظرة عالبنان وطمنا يا شرب صلي عنا ندير عنا يا المشهور شرب الضوء سراج النور كل المعمور بتصلي وبتتمنى يا شرب صلي عنا